السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة مشاريع زراعية. اليوم إن شاء الله بصور لكم تجهيزات للزراعة الحقلية. دي هنا تمديدات طبعا بايبات كلها 2 إنش، طبعا بتترتب بالطريقة دي. طبعا الحنفيات بتكون مركبة بالطريقة دي كده، ده الخط الرئيسي بتكون فيها حنفيتين، حنفية على اليمين وحنفية على اليسار. بعد كده بتجيب البايب الاثنين انش بتفتح نفس الفتحات دي كده. طبعا الحاجات دي كلها لها قياسات معينة، يعني ما اي نوع بتاع الزراعة، يعني ده الحين كله 15 سنتي في فتحة، ده معناته بيقبل الورقيات او زي مثلا الحاجات زي الكزبرة زي الشبن زي الحاجات دي، بتعمل لها الفتحات كثيرة نفسي دي كده. اما لو عاوز تزرع مثلا طماطم او بطاطس او باذنجان او كده، داك بيكون النظام بتاعه مختلف يعني من النظام هذا. طبعا ده كله للزراعة الحقلية، طبعا ده حقل تم التجهيز للزراعة. ده هنا الشبن كله 15 سنتي الأبعاد. تم إضافة السماد البغري، طبعا أرض جديدة أول مرة تزرع. تم إضافة السماد البغري وبدأ فيه الزراعة حاليا شهر ديسمبر. طبعا الحنفيات بيكون حنفية الاتجاه اليمين وحنفية الاتجاه اليسار، بيكون الخط هنا. طبعا الأبعاد بيكون الأبعاد طبعا مختلفة، يعني شوفوا هنا الزراعة بتاع الكزبرة مثلا بيكون كله 15 سنتي نفسي، هذه بيكون البايبات قريبة من بعض. وطبعا حتى البايب هنا الحجم بتاع البايب برضو بيتحكم في نوع الزراعة. ده طبعا محل جديد حاليا قايتم تجهيزه، حيتم زراعة البطاطس هنا. طبعا الأبعاد بتاعت البطاطس بتكون بعيدة. طبعا الحنفيات دي كلها حتزرع بطاطس. طبعا المحل زي ما قلت لكم محل جديد، تم التسميد فيه او تم اضافة السماد البغري، وان شاء الله حيتم زراعته في الايامات الجاية. ده طبعا بيختلف من هناك، يعني شوف البعد بينهم حوالي 40 سنت. ده طبعا حيتم فيه زراعة البطاطس. طبعا بيتم ربط سيم هنا في النهاية، حيتربط عليه البايبات الصغيرة هذه، وحيكون في طريق هنا وحيتربط تاني بايب، حيتربط تاني سيم هنا، حيتربط البايبات. يعني حيتم ترتيب المكان كامل وبعد كده بيتم الزراعة. ان شاء الله في فيديوهات قادمة حصور لكم الطريقة بتاع زراعة البطاطس وأنواع البطاطس اللي بيتم زراعتها هنا في الكويت أو في الخليج عامة. ده كده كامل الفيديو. لو عجبكم أعملوا لايك وشير، ولو في أي سؤال خلوه لي في التعليقات تحت. وشكرا جزيلا، إلى اللقاء في فيديوهات قادمة.